نروح حق المباراة الثانية. السالمية وكاظمة، كابتن راد، كابتن عبد الله، يعني دوري الدمج الفوز ودوري ممتاز بالفوز، يعني متعادلين كل واحد بفوز بفوز. الحين دور الستة وهو الفاصل بين الفريقين، كل من محتاج. كابتن راد نفس ما تفضلتوا بداية الاستديو، كاظمة والسالمية محتاجين، الفريقين محتاجين الفوز. نعم طبعا ما في شك، فريق السالمية يعني اذا اللي متابع مسيرة فريق السالمية بعد المراحل السنية، كابتن راد نعم لاعب المراحل السنية نعم يعني اليوم عندنا لاعب السالمية ولاعب كاظمة، يعني اليوم في تنافس داخل الاستديو. لا لا ان شاء الله ما في تنافس. السالمية يبقى فريق كبير وكاظمة فريق كبير، معقلين معاغ كرة اليد. السالمية تشوف اذا مشعل اذا بنلاحظ مسيرته بالدور التمهيدي، نعم كان ماشي برتم يعني عالي ومتصدر، وفريق يعني الكل كان ينظر له وكل الانظار متوجهت له. وتونا قبل الاستديو قاعد نكلم لاعبهم حيدر دكي، نقول له ايش اللي حصل لكم؟ الدروب اللي حصل لكم دور الستة يعني الاغلبيه تسألون. اعتقد فريق السالمية يعني اخر ظهور له مع العربي تعادل صحيح، وكاظمة لا عنده فوز على برقان يعني فاعتقد الفريقين يحتاجون الفوز. انا اعتقد ما راح تكون مباراة سهلة. فريق السالمية يطمح انه يفوز وياخذ النقاط عشان يعدل ترتيبه، وكون ترتيبه حاليا الرابع صحيح، كاظمة الثاني، وكاظمة نفس الشيء يبي يحافظ على المركز الثاني كونه يعني معدل ترتيبه من بعد دخوله دور الستة. كابتن عبد الله، يعني كابتن منجي تو الحين سلمنا عليه يقول انا اليوم مشرك اللاعبين اللي منتخب الشباب. نعم. السالمية بمن حضر، احنا نقول فريق نادي السالمية من عمر، يعني فريق نادي السالمية مصدر اول لنجومية لاعبين كرة اليد. صحيح. يعني ولا الامر يقتصر على اللاعبين الموجودين في الفريق، متى ما غاب لاعب اساسي هناك من يحل مكانه. لاعبين اللي راح يشركهم المدرب هم لاعبين منتخب شباب. صحيح. وانا اعتقد خطوه جيده جدا من فريق السالمية انه يشرك اللاعبين. دائما اللاعبين الشباب يحتاجون انهم هم يدخلون في مثل الاجواء هذه اللي تكون يعني فيها تنافس حتى يصقل اللاعب موهبته ويبين في مثل هالمباريات الحساسة. إذا اللاعب الصغير لازم نخليه يحتك مع الفرق الكبيرة. صحيح. وأجواء مباراة قوية حتى يبين معدن اللاعب إن كان هو بالفعل زين، وإن شاء الله اللاعبين زينين اللي راح يصير. ومعروف نادي السالمية يعني كاظمة، إحنا يعني شهادتنا مجروحة فيه. كاظمة أنا يمكن وجهة نظري فريق نادي كاظمة، مباراتين الأخيرتين خاصة مع بردان وتعادل مع العربي، أنا أعتقد كاظمة هو تعتبر نتيجة جيدة نوعا ما. بالشوط الأول إيش راح يكونون قبل لا يدشون؟ شنهم يطلعون يروحون؟ أنا أعتقد بالشوط الأول كاظمة يطمح بأنه يقدم مستوى ويتفادى الأخطاء اللي صارت في المباراتين الأخيرتين. أنا أعتقد كاظمة يطمح بأن يفوز في هالمباراة عشان يحسن وضعه في المركز الثاني ويثبت المركز الثاني. كابتن راشد شلون راح يشوف الشوط الأول؟ انا اعتقد راح يكون متكافئ من الطرفين وفي تحفظ يعني بدايه العشر دقائق الاولى. العشر دقائق. محمد شكري، صوت والصوره لك.
شكرا للكابتن مشعل جوهر وضيوفه بالاستديو التحليلي، الكباتن الكبار الكابتن رائد الزعابي والكابتن عبد الله جاسم. اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساكم من مجمع صالات الشيخ سعد عبد الله صباح طيب الله ثراه. عيسى عبد القدوس يحييكم عبر تلفزيون الكويت القناة الرياضية، والتي تنقل لكم مباريات دوري كرة اليد، وهو دوري الكبار لموسم 2023-2024. هذا اللقاء الذي يجمع الأسبوع الخامس بين نادي القادسية ونادي كاظمة. حكام هذا اللقاء حكمتين دوليتين، معالي العنزي ودلال النسيم. أما حكام الطاولة يوسف القبندي، فواز الخطيب، مراقبين المباراة عبد الله الحداد أحد نجوم كرة اليد الكويتية. نعم، القسم الأول من الدوري الكبار استطاع نادي كاظمة أن يفوز على السالمية بنتيجة 25-23. هني عاد الدور الثاني، لكن بالدوري العام استطاع السالمية يفوز على نادي كاظمة 27-24. هني الذهاب إلى مركز الثاني، هني خلاص التمسك في مركز نادي الكويت استطاع أن يفوز على فريق برقان 4، هذه دلال النسيم حكم الدولية، 34-28. فنادي الكويت هني عنده 4 مباريات، يبي نقطة واحدة، ونقول له مبروك يا الزعيم. هذه معالي العنزي حكم الدولية أيضا، ومع الدكتور مساعد نفرح يعني نقطة واحدة ونقول مبروك لنادي الكويت الدوري. لكن احنا هني مع السالمية كاظمة، صاحب المركز الثاني ب 27 نقطة، وهذا بوزو، الصربي من المدربين الممتازين. ايضا اذا نتكلم عن السالمية هناك التونسي المنجي البناني من المدربين ايضا الجيدين يقود السالمية، وهذا حيدر دشتي لاعب منتخبنا ونجمنا. هني يعقوب يساعده، يعقوب المسوي، ومحمود آل موسى إداري الفريق، اسلام عز الدين هو العلاج الطبيعي، أما أبو بكر صلاح هو مساعد مدرب ليبوزو الصربي، وإداري الفريق دكتور مساعد مفرح. نتكلم عن كاظمة، ثاني مركز الثاني ب 27 نقطة، أما السالمية بالمركز الرابع ب 24 نقطة. تراجع السالمية، والبداية مع كاظمة مثل ما قلنا الترتيب، وهذه البداية والمطاردة إلى مركز الثاني، لأن القادسية أيضا ب 27 نقطة، وهناك لغاء بعد هذا اللغاء إن شاء الله بين القادسية والعربي بصوت زميلنا ومعلقنا الكبير كابتن جاسم الذياب. البداية كاظماوية، السفير البرتغالي، وراح نتكلم عن مركز الخطورة، هذا واحد التونسي، وهذا اثنين التونسي محمد فراد وأنور، وهذا أول هدف، من أنور بن عبد الله. مثل ما قلت الخطورة من اللاعبين التوانسة، لاعبين المنتخب التونسي. هني ايضا راح اتكلم عن حيدر دشتي، يا سلام حيدر، هذا الخطير، محمد السوسي ايضا تونسي، وهناك ايضا بوزو، مدرب كاظمة يقود نادي كاظمة وهو صربي. هذا لازار، الصربي ايضا، البحر السوسي في خطأ، 9 امتار. هذا محمد فراد لاعب خطير جدا، وهذا بوزو، لاعب الدائرة، يا سلام، لامس، والفاست بريك وترد الكرة، مكان الخطأ، مكان الخطأ.
على محمد جواد. أنور الخطير دفاع 6-0. الدفاع 6-0 يعني باستطاعة لاعبين نادي كاظم التصويب من الخارج 9 متر بإمكانهم التصويب. يا السلام، لكن وين يا محمد إفراد سلم الكرة وين الخطأ؟ هذا لاعب محترف، حطه يا يعقوب يا مخرجنا، حط خلينا نشوف. هذا لاعب محترف. دائما أنا أتكلم وأقول يا أندية إذا ما تجيب لاعب صح، يعني لازار لاعب محترف. لاحظ هذا لاعب المحترف، لاحظ يعني أيضا بالتمرير. إذا ما تجيب لاعب أنت يكون أفضل من لاعبينك عشان تطور في مستوى فريقك، تطور كرة اليد الكويتية، لازم تجيب محترفين صح، محترفين. لاحظ، يا سلام عليك، يا سلام يا مشعل. حارس مرمى فاست بريك سريع، فريق سريع وحارس مرمى. وراح نتكلم أيضا حراسة المرمى يا الحداد، هذا حارس مرمى منتخبنا الظفيري عبد العزيز الظفيري. يا سلام، شوف لاحظ حراسة المرمى هي هذا الظفيري عبد العزيز الظفيري. حراسة مرمى هي الستارت للفوز، أيضا الدفاع، وبعدين الفاست بريك. أنور محمد جواد، الضغط بين لاعبين، في خطأ وفي انذار على الحداد، في خطأ. شوف هني مسك واضح من الحداد. محمد إفراد بعد ما اصطاده مشعل الشطي، هذا محمد إفراد لاعب خطير جدا. على فكرة هم كانوا لاعبين نادي السالمية، بدايتهم مع نادي السالمية. محمد إفراد وهذا يا سلام يا مشعل، يا سلام. في خطأ لصالح كاظمة. محمد إفراد كرتين صد لهم مشعل الشطبي. بن عبد الله وايضا مشعل والفاس بريك البحر. ويا سلام على السالميه، يا سلام. شوف هذه كره اليد، دائما اتكلم للانديه، جميع الانديه دائما هذه كره اليد، هو حراسه مرمى الدفاع وعلى طول الفاس بريك. شوف لاعب واحد بالفاس بريك والسالميه مرتاح، وهدف التعادل 1-1. محمد إفراد، محمد جواد، وبنعب البلوك. يا سلام على السالمية، يا سلام. هالمرة وصلت البحر. ثاني هدف لهذا اللاعب. برافو. الفاست بريك محمد البحر. شوف هذا الهدف. التمرير الخاطئ من محمد جواد السوسي. تمرير الخاطئ لازار. ما يخالف، انا مو بس لازار قاعد اتكلم عليك كمحترف، لا تكلمت عن اكثر من لاعب محترف بالتمرير يكون خاطئ، بالتصويب، بالاستعجال. وانا لما اتكلم انا ابي تطوير في كرة اليد الكويتية، لما اطالب يعني مثل فرانكيز هرنانديز، بن عبد الله. شوف سلام عليك، يا سلام، قطع الكرة، دفاع مبارك العنزي، بن عبد الله. أتكلم عن محترفين مثل ما شفنا في نادي القادسية، فلادان، فاسيلي، نشوف فرانكيس وهرنانديز، شوف بن أنور، بن عبد الله، محمد إفراد، العربي، الجزيري، ما شاء الله الجزيري، وسامح حسني، في أسماء ثقيلة
عبد الرحمن، محمد فراد، محمد فراد، ويا السلام عليك يا السلام. مشعل، مشعل صاحي اليوم حق محمد فراد. هذا مشعل، مشعل الشطي صاحي، صاحي لك يا فراد، صاحي لك يا محمد فراد. اثنين السالمية، واحد كاظم محمد جواد، محمد فراد بن عبد الله. شوف السرعة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يبيلها مرة ومرتين، يبيلها مرة ومرتين بالذكاء من الجناح، يبيلها مرة ومرتين بالذكاء من الجناح من فواز المشاري. برافو يا فواز، فواز المشاري. شوف شلون تحرك، لاحظ لاحظ لاحظ، شوف تحرك تحرك. هذه كرة اليد لازم تتحرك من غير كرة. يا سلام يا محمد يا جواد، شايف لاعب السنتر أكيد، شايف الملعب. السوسي، حداد، لازار، دشتي الخطير، دشتي الخطير، لكن صاحي للضفيري والفاست بريك. والأمير، الأمير الأمير يسجل، إبراهيم الأمير الخطير الجناح الأيمن. برافو الضفيري، حاضر. شوف هني إبراهيم الأمير، هذا الأمير إبراهيم الأمير، لاعب الجناح منتخبنا. لازار، حيدر، في خطأ، في خطأ، هذا بوزو محمد جواد. هناك أيضا لاعبين شباب، ويا سلام منو هذا؟ هذا هو محمد السوسي، هذا هو الهدف. محمد السوسي المحترف التونسي، قلت لك لاعب مميز صراحة، لاعب ممتاز السوسي. ولو أنه لامست البلوك لكن راحت الأهم بالمرمى. 3-3 بن عبد الله، وبن عبد الله، يا سلام يا مشعل، يا سلام مشعل، برافو يا مشعل، مشعل مشعل الشطي. السوسي توصيل الكرة إلى علي، يا علي، لكن وين 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 وين؟ علي البلوشي يصوب خارج المرمى، تصويبات خاطئة من الفريقين على فكرة، من الفريقين، من الفريقين. هذا بوزو دكتور مساعد فرح، المنجي البناني التونسي مدرب السالمية. من عبد الله، أنور، دفاع قوي من الحداد، علي الحداد، محمد جواد. شوف الدفاع يحاولون يعني ما يوصل، ما يخلون يدشون داخل التسعة. محمد جواد ما فيها شيء، ما فيها شيء محمد، خلاص خليت راحتك وصوبت، ما فيها شيء. الغائب حيدر، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا حيدر، يا دشتي لاعب منتخبنا. برافو برافو يا حيدر، برافو يا حيدر. وتكلم ايضا عن حيدر، يعني نجوم كبار اللي كانوا بالاستديو التحليلي سواء عبد الله جاسم. لاحظ هني، هل شوف ايده طل... يعني اتوقع انا مع الحكم يا محمد جواد، انا مع دلال. هذه الكره ما فيها شيء، ما يخالف احنا نوضح، لكن اقول ان دشتي يعني فواز لوب، لكن وين يا فواز، وين يا فواز؟ احنا نشوف اللقطه، لان يعني ما شاء الله من مخرجين من مصورين، وكرر لقطات قاعد تشوفونها واضحه، والخطا نقول عنه خطا، والصح نقول عنه صح. ومثل ما ذكرت النصائح تاتي ايضا من نجوم كبار، مثل ما ذكرت لدشتي حيدر دشتي، واعجاب اعجاب ايضا من عبد الله جاسم اللي متواجد في الاستوديو التحليلي، وراد الزعابي، ان هذا اللاعب عنده الكثير، عنده الكثير.
السوسي لا زار، لكن بلوك من مبارك، بلوك من مبارك العنزي، برافو مبارك. هذا السوسي، السوسي الى الجناح بولند، لكن حارس مرمى الظفيري، يا سلام عليك يا عبد العزيز ظفيري، حارس مرمى منتخبنا، حارس مرمى مميز، يصطاد بولند، يصطاد علي بولند بالجناح، عبد الرحمن محمد جواد الخبرة بن عبد الله، أوه أوه أنور 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 التونسي، أنور بن عبد الله يصوب يطلق صار، أوه التوانسة شقالين، التوانسة شقالين، صواريخ صواريخ، لاحظ لاحظ صاروخ تونسي ويعود، شوف ونعود لكم ايضا بصاروخ بن عبد الله، يا سلام يا سلام، لاحظ 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 لاحظ، يا سلام يا سلام على هذه الاهداف الجميله. فدائما نتكلم اذا انت تسجل من الخارج، شوف السالميه راح يغير اسلوب دفاعه، شوف الطريقه يتقدمون على بن عبد الله، لكن محمد فراد يا يتكلم، شوف السالميه يشدد الرقابه على بن عبد الله، لكن محمد فراد عنده أيضا عنده التصويب، محمد فراد لاحظ لاحظ الدفاع المتقدم، محمد جواد يا سلام يا محمد، يا سلام يا محمد جواد، برافو محمد جواد، الدفاع المتقدم إذا ما تطبقه بالطريقة الصحيحة راح تتسجل عليك أهداف، يا سلام يا سلام أيضا على السوسي، محمد السوسي برافو محمد السوسي، لاحظ محمد السوسي يوصل الكرة إلى الحداد، عين الحداد والهدف، لاحظ لاحظ راح تشوفون أيضا لقطات، لاحظ عشان لا تقولون بعد مخرجنا سلماوي ولا قدساوي ولا عرباوي، لا لا كل شيء تشوفونه بالتساوي، كل شيء راح تشوفونه، أي لقطة راح تشوفونه مثل ما قلت لكم، الخطأ راح تشوفون الخطأ أمام عينكم، وهني محمد جواد، ويا سلام عليك يا محمد يا جواد، القيادة والله القيادة عند محمد جواد، القيادة عند هذا اللاعب محمد جواد بالخبرة، لاحظ لكن شوف الضغط من محمد أفراد، برافو محمد جواد، الاختراق، التعادل العادل، شوف في لاعبين أتكلم عنهم قبل لا كرة المباراة تغيير، في لاعبين يعني بالسالمية مثل رقم 4 اسمه حسن رجب، هذا لاعب تحت 17، هذا لاعب تحت 17 سنة، أيضا أخوه يوسف رجب رقم 71، أخوان هذا واحد، هذا عاد أنا ماني شايف الرقم، هذا واحد اللي هو أخوان، وهذا الثاني، هذا الثاني، هذول عيال رجب ما شاء الله، واحد منتخب 17 واحد منتخب 19، مثل ما راح نشوف ايضا لاعب اللي هو عبد العزيز النجار، ايضا لاعب منتخب رقم 6 في نادي كاظم، راح نشوفه ان شاء الله، ثاني كره احسبها احسبها احسبوها 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 يا السلماويه، ثاني كره من لازار الغير موفق بصراحه، لازار نزول رقم 6 كاظمه، هو عبد العزيز النجار، هذا كابتن منتخبنا للشباب، شو اللي حاصل؟ هل استبدال الكرة وين راحت الكرة؟ ايضا من حق الحكم استبدال، هذا علي هذا البلوشي، خمسة عشر دقيقة، خلع الدقيقة 16 كاظمة 6 السالمية، شوف هذا اللي هذا شوف التشكيلة هذه الفائدة حق منه، يعني فائدة حق عبد العزيز اللي بالسنتر، عبد العزيز النجار هذا،
راح يستفيد. ليش؟ لانه قاعد يلعب امام لاعبين منتخب تونس، راح يستفيد الكثير، ونتمنى له التوفيق مثل ما استفدنا واستفاد سيف العدواني، شفناه بنادي الكويت ما شاء الله تبارك الرحمن. وانا بصراحه اطلقت عليه لقب فرانكيس الكويت، نعم سيف العدواني من لاعبين الاستفاد من المحترفين، وهذا النجار محمد افراد. محمد افراد دفاع قوي سلماوي، شوف الدفاع 6-0، ها الدفاع مو متقدم، الدفاع 6-0، لاحظ الدفاع 6-0. محمد افراد يا سلام عليك، كرباجيه جميله، كرباجيه من انور بن عبد الله، وراح تشوفونها هني خطا، راح نشوفه، هنشوف الهدف الجميل، لاحظ يا السلام، ولو ان لامست ايد، على فكره البحر لامست ايد لكن سجلت، يا السلام يستاهل الثلاث لقطات، تستاهل يا بن عبد الله انور بن عبد الله، اللاعب الانيق انور بن عبد الله، نزول الخطير ايضا بندر، اوه تصويب لكن في خط لامزه تريل ابراهيم الامير ام محمد افراد، ايش يقول؟ اللي حاصل هذه دلال تمريره، يعني تصويبه، خلاص تصويبه راح يصوب لكن صاحي الظفيري محمد افراد، بوزو صربي، فواز ايش عندك يا عبد العزيز النجار، رايح هناك هل بتسويها هوائيه، هل راح ينزل فواز على الدائره، راح نشوف نعم هذا فواز نزل على الدائره في اتفاق، كانت الاتفاقيه واضحه لكن فواز تحرك وين يلبق، يا السلام كانت الخطة واضحة، فواز يثبت في مكانه، توصيل كرة من النجار، لكن هذا البحر المنجي البناني السوسي حداد دشتي والخطير بندر السوسي بندر، في خطأ شوف راح يشوفونه بالهذا، شوف هي إيه صاحبة القرار، نعم هم أصحاب القرار راح يشوفونه، راح يتأكدون أكثر وأكثر نعم هذا الشيء الصح، لا يستعجلون بالقرار، يروحون يشوفون لكن إذا ما في أي قرار خلاص ما راح يلعب. هل إبراهيم الأمير كوعة؟ هذه ممكن، هذه بالنسبة لي يا إبراهيم الأمير روح حاسب المصور وحاسب المخرج، يا إبراهيم الأمير حاسب المصورين والمخرج، لا تحاسبني أنا، واضح لكن القرار عند الحكمات، هل كرت احمر راح يكون ام دقيقتين احمر؟ نعم انا مالي شغل الكوع نعم انا مالي شغل يا ابراهيم الامير، يا سلام عليك يا ابراهيم، يا سلام ما يخالف. في ازرق يا ريت، نعم يا ريت نشوف، لان شوف في اللعبه الخطيره، نعم توصل للازرق احمر بعدين ازرق
ازرق ابراهيم الامير ما يخالف ابراهيم. ابراهيم الامير هذا اللاعب الانيق. خلينا نشوف 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 هني هني هذه انا من البدايه هذه الضربه واضحه هذه واضحه هذه واضحه هني احمر ولحقته بالازرق راح اعتذر وتفاجئ. شوف هني هذا القانون هذا القانون وهني ايضا الازرق في هدف في هدف في هدف هدف السالميه هذا الامير وراح تشوفون الهدف راح تشوفون الهدف راح تشوفون الهدف شوف الهدف هني الهدف منو السوسي المحظوظ هذه الكره حاله النقص العددي من غير حارس مرمى من غير حارس مرمى هذا هذا السوسي التونسي لاعب ممتاز محمد السوسي يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد يا سلام يا عبد الرحمن يا الشمري برافو السوسي حيدر الى الجناح لكن ما حب يدخل ما حب يدخل مو مستحيل مو مستحيل خمس لاعبين عشر دقائق السوسي باستعجال السوسي باستعجال السوسي باستعجال طبعا في ناس طرشت لي يعني شنو العقوبة هذه كابتن طبعا الكرت الأزرق تلغائي تلغائي لعبتين خلاص الكرت الأزرق تلغائي لعبتين هني الرد على تغرير الحكام هل في تغرير ممكن يتخذون لجنة يتخذون بعد زيادة لعبة لعبتين عادي هني عند اللجنة لكن هو تلغائي لعبتين خلاص لعبتين ما راح يشترك إبراهيم الأمير محمد إفراد المسعودي هذا المسعودي زو المسعودي بن عبد الله بالبلوك بالبلوك شوف الخطأ في خطأ على كاظمة السوسي محمد السوسي حيدر حيدر إلى البحر يا سلام يا البحر يا سلام يا سلام يا البحر برافو يا محمد البحر برافو يا محمد البحر شوف حيدر بن دشتي وصل الكرة حيدر نعم وصل الكرة حيدر ونزول طبعا هذا اللاعب سعد الحيدري سعد الحيدري طبعا هو لاعب نادي الشباب في البداية لكن الحين كان سعد الحيدري هذا اللاعب عنده تصويبات سريعة وغوية يفاجئ فيها حارس المرمى لكن تركيز عاد هني عنده هو مو عندي انا عنده هو التركيز بالتصويب شو محمد جواد سعد الحيدري راح يكون لعب السلبي اللعب السلبي على كاظمة سعد الحيدري برافو لدفاع السالمية برافو لدفاع السالمية دفاع السالمية حيدر حيدر الى السوسي وفي سبع امتار في سبع امتار ليش سبع امتار لانك انت داخل انت داخل المسعودي شوف دفاع سبع امتار ثمانية ثمانية محمد السوسي يا السلام يا السلام يا محمد السوسي محمد السوسي طبعا هذا رابع هدف اتوقع محمد السوسي هو رابع هدف لمحمد السوسي رابع هدف لهذا اللاعب المحترف طريقة الدفاع 6-0 استمرار السالمية سعد الحيدري سعد الحيدري في خطأ في خطأ هذا حيدر دشتي وتشوف هني الكرات الخطرة ان حيدر لو يعني ايدك مفتلتة ممكن انك تسحب ايده فيها كرت حمر هذا الحيدر اللي انا اقول عنه
هذا سند حيدر سبع امتار سبع امتار يا الحداد. انا ماني عارف ليش الاحتجاج ليش الاحتجاج واصل. شوف سند الحيدري شوف خلاص وصل سبع امتار. فواز فواز يا السلام عليك يا فواز. فواز المشاري سجل هدف التعادل اصبح السالميه هو المتقدم. شو اللي حاصل؟ ما في اي تبديل. السالميه الكابتن منجي اراح محمد السوسي ونزل لازار. لازار لازم يساند لازم يساند الخط الخلفي. بولند بندر لازار مع ان لازار عنده تصويبات قويه. يا سلام يا سلام على اللعبه لكن يا علي لعبه جميله. بندر يوصل كره الى علي بولند لكن حارس مرمى عبد العزيز عبد العزيز الظفيري هذا سعد الحيدري هذا بوزو. شوف عصبية عصبية المدرب عصبية مدرب بوزو. محمد جواد سعد الحيدري شو اللي حاصل؟ طلب وقت مستقطع وقت مستقطع طلب وقت مستقطع مدرب نادي كاظمة. هذا حارس مرمى عبد العزيز الظفيري والافضل والافضل. شوف تصدي شوف انا اتكلم عن تصدي الستة متر ما اتكلم ترى انا ما اتكلم عن التسعة متر. شوف انا اتكلم هنا عن الستة متر انا اتكلم عن الستة متر. كم كرة صد من الستة متر؟ مو مثل هالكرات لا هذه ما تهمني. انا اللي يهمني التصدي الكرات على الستة متر يعني مثل هذه الكرات. شوف مثل هذه الكرات هذه لو تحسبها اي يعني اي مساعد مدرب لو يحسب هذه الكرات هذه الضايعه على الفريقين اتوقع يقول خلاص احنا ماخذين المباراه لان هذه الاخطاء. لكن براعه ايضا حارس المرمى ما نقلل منك يا عبد العزيز الظفيري. هذا بوزو وانتهى الوقت المستقطع. هذا التونسي المنجل بناني عبد الرحمن لاعب الدائرة محمد جواد سعد الحيدري راح ينفذ. هل راح يكون الاختراق او الدائرة؟ هل الدائرة؟ هل الاختراق او الدائرة؟ لأن التصويب الخارجي الكرة لازم تكون صوب بن عبد الله وأيضا من صوب هذا اللاعب اللي هو سعد الحيدري. شوف الدائرة خطأ خطأ على الحيدري خطأ على الحيدري خطأ نعم خطأ على الحيدري لأن الحيدري تفكيره تفكيره على اللاعب الدائرة تفكيره نعم. ما ألوم أنا بوزو أنا ما ألوم بوزو أنا ما ألوم بوزو عصبيته لأن خلاص صوب صوب. بندر الشمري في خطأ في خطأ خلاص صوب. أنت وصلت لثمانية متر وأنت عندك ما شاء الله يعني تصويبات قوية أصوب لا أصوب. أتوقع أنه راح يرجع محمد فراد مرة ثانية. شوف الفرص هذه تي حق لاعبينا تي حق لاعبين محليين. أتكلم أنا سواء على المنتخب يعني ما أتكلم لنادي هني للجناح. سلامات 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 يا محمد جواد سلامات يا علي البلوشي. هل دقيقتين هل احمر هل راح يروحون هل راح يشوفون؟ اتوقع راح يشوفون هل راح يشوفون
نعم شوف دائما يتأكدون أكثر دلال. دلال النسيم ومعالي العنزي مثل ما قلت حكمتين دوليتين يحكمون أيضا في كأس العالم ساء. شوف أتوقع محمد جواد لا طاح من كيفه. نعم محمد جواد شوف هني شوف يا في دقيقتين أتوقع لأنه يعني هل دقيقتين مكرت أحمر كرت أحمر ولو إنه نزل محمد جواد والله غير قصدي يا ريت عيدها يا يعقوب عيدها يا يعقوب عيدها 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 ما يخالف محمد جواد لكن هذه كرة اليد ما في قاصد غير قاصد. شوف محمد جواد هني طلع يعني مو قاصد من كيفه أهو ما كان قاصد لكن هذه يا محمد جواد كرة اليد هذه كرة اليد محمد جواد محمد جواد كرت أحمر إبراهيم كرت أزرق وهني السوسي شو اللي صاير شو اللي صاير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس لاعبين شو اللي حاصل خمس لاعبين داخل الملعب هل في خطأ يا الحداد هل في خطأ شو اللي حاصل إلى أن كانت فيه صافرة قبل التصويب يعني تعاد الكرة أم لأن صفر صفر الحداد عبدالله الحداد عبدالله الحداد تنعاد رميت السبع أمتار محمد السوسي سجله 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 سجلها السوسي سجلها السوسي عشرة السالمية تسعة كاظمة آخر ثلاث دقائق نزل من الشوط الأول من اللاعبين الأساسيين إبراهيم الأمير ومحمد جواد خلاص خارج التشكيل نجار عبد العزيز النجار لاعب منتخبنا للشباب محمد فراد يا سلام محمد فراد شوف المدرب بوزو ريحه شوية ريحه شوية وأشركه ليش دائما اللاعب بالأحيان يحتاج ما يعطيك 100% دائما يرتاح دقيقة علبج دقيقتين شوف برافو لمحمد فراد كرة مع بندر حيدر نقص العددي نقص العددي هل للجناح نعم للجناح للبلوشي نعم البلوشي الغام 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 وتعود تعود كرة في آخر دقيقتين لي كاظمة لكن هل يستطيع كاظمة أن يعود بالتقدم أما التعادل يكون العادل بين الفريقين كاظمة من غير حارس مرمى مرمى فاضي أي كرة سهلة راح يصطادها السالمية يكون مرمى فاضي يا النجار 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 يا سلام هذا اللاعب اللي أنا أتكلم عنه هذا اللاعب اللي أنا أتكلم عنه عبد العزيز النجار لاعب منتخبنا الشباب لاعب السنتر المميز السالمية أضع كرة السالمية أضع كرة من الجناح عن طريق هذا اللاعب البلوشي كاظم سجل كاظم سجل حيدر اكتمل خلاص اكتمل اكتمل كاظم اكتمل كاظم ولا استغل السالمية النقص العددي في كرة واحدة لعب السلبي راح يكون لعب سلبي توقع اربع تمريرات السوس بالبلوك بالبلوك ومحظوظ وردت له وردت له محظوظ محمد سوسي
ثلاث تمريرات هو مصر وهني مسكها، هو مصر والظفيري مسكها، هو مصر يصوب ولو انه في يعني تمريرة او تمريرتين، شوف خلاص عارف انه ممكن اذا يمررها يصفر الحكم وترد عليه عكسية، لكن صوبها واللي مسكها مسك هو الظفيري عبد العزيز الظفيري. ثواني، هل كاظمة يفتح الفارق لهدفين؟ يا النجار يا سلام على هذا اللاعب، برافو النجار عبد العزيز النجار، قلت لك لاعب منتخبنا الشباب، برافو يا النجار، لاعب سنتر، لاحظ المهارة الفردية، يخترق لكن سبع أمتار سليمان الخمسان السالمية، فواز المشاري يا ترى الهدف رقم 12، نعم الهدف رقم 12، خلاص ايضا حيدر دشتي خذاله دقيقتين، لكن الشوط الاول تفوق كاظمة على السالمية بنتيجة 12-10. اعزائي المشاهدين خلونا ننتقل الى الاستوديو التحليلي مع زميلي مشعل جوهر وضيوفه بالاستوديو التحليلي الكباتن الكبار الكابتن راد زعابي والكابتن عبد الله جازم. تفضل كابتن مشعل جوهر. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما انتهى الشوط الاول بين السالميه وكاظمه من صالح كاظمه على السالميه 12-10، ونشكر معلقنا الكابتن عيسى عبد القدوس تعليقه على مباراه الشوط الاول، كابتن رائد، كابتن عبد الله. يعني بحط لكم الحالتين. نعم. تبون الحالتين؟ الحاله الاولى اللي فيها طرد والحاله الثانيه فيها طرد احمر وازرق. اعطونا الحالتين يا شباب. هذه الحاله الاولى. دخل لاعب السالمية والأمير. كابتن عبد الله. يستحق. نعم. يعني منطقة الكوع هذه منطقة خطرة جدا، والضرب على يعني الوجه على رقبته، ولو تشوف انه هو مو احتكاك فقط، شوف هو مزهي بيدينه، شوف. نعم. مع الحركة. صحيح. يعني شوف مع الحركة كان بإمكانك أنت يعني بإمكانك بدال لا تعمل الحركة هذه بإمكانك أنت تمسك تحضنه فاول طبيعي عادي. صحيح. فأنت يعني كأنك إبراهيم، كأنك أنت مزهب بيدك حق بندر شمري، وهذه لعبة خطرة. صحيح. على هالأساس يعطونا أحمر ومن ثم يعطونا أزرق. نعم. وهذه العقوبة تعتبر طرد من المباراة وإيقاف أوتوماتيكي في المباراة القادمة، ويكون عليها طبعا تغريب الحكم شنو راح يكون يكتب. نعم. وعلى ضوءها تحدد بس اوتوماتيك. نعم. توقف في المباراه القادمه. انا بهالحاله ابراهيم انت خسرت. نعم. مجهود يعني ربعك خسروا مجهودك. صحيح. والمباراه مهمه بالنسبه لك حتى. نعم. ما كان في داعي لاعتقد. نعم. الحركه هذه. الحاله الثانيه كابتن راد راح نشوفها معاكم اعزائي المشاهدين اللي فيها بعد كرت احمر. نشوف هذه الحاله الثانيه كابتن الدخول. كابتن راد يستحق ان
فيها كرت احمر هذه؟ اعتقد انا هني كان لغافل مؤقت دقيقتين كان هذه عقوبتها. نعم يمكن الاخت معالي تشوف. نعم لان شوف دخول محمد جواد. نعم. محمد جواد بروحه تعرض. نعم. متعمد ما فيها تعمد لكن. نعم. الحكم اقرب. نعم. انا برايي الشخصي انها يغاف دقيقتين يعني يستحق. نعم يعني شوف لو تلاحظ. نعم. محمد جواد شوف 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 محمد جواد يعني شوف كأنه شوف كأنه هني جوتية شوف عزك. ايه. الله شوف مثل اللي ايوه اليسار. ايوه مثل ايه. مثل اللي اثبتت اللي يعني الراحت. ايوه اثبتت يعني الراحت. اعتقد انه كان يبي يوخر. فما كان واضح انا من وجهه نظري يعني هذه ما 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 ترتقي انها تكون كرت احمر. صحيح. يمكن تقدير الحكم طبعا هذا. نعم. تقدير الحكم ولكن انا اشوفها هي دقيقتين. نعم. دقيقتين. نعم. يعني عقد اللاعب انه هو يسجل. نعم. هدف تستحق دقيقتين بس. نعم. حمر انا اعتقد لا لكن الحاله الاولى صحيح طردين زاد من الحماس نادي كاظمة. كاظمة انا هذا اللي جاي بقول لك يا كابتن ما شاء الله يعني. الطردين حطه دافع للاعبين نادي كاظمة. نعم. انه يطلع بالفارق هدفين عن نادي. نعم. السالمية. شلون شفت الشوط الأول كابتن؟ شوط شوط مثير معنا قلة الأهداف أنا أقول. نعم. والمشرفين بالطابع الدفاعي يعني بشكل يعني مستميت ملحوظ من الطرفين. إذا بنطالع دفاع التشكيل الدفاعي لفريق نادي السالمية لعب تشكيل دفاعي 4-2. نعم. لحد من خطورة فراد وبن عبد الله واعتقد نجح في هالشيء يعني شوف نسبة التهديف في الشوط الأول على مدار 30 دقيقة 12 أهداف 12 هدف ترى نسبة قليلة قليلة. نعم. كذلك السامية لعب تشكيل دفاعي 6-0 ونجح حد من صحيح. خطورة حيدر دشتي من عفوا السوسي يعني الفريقين دفاعيا متغابين زيادة على ذلك حراسة المرمى مشعل الشطي ما شاء الله. صحيح. تصديات كثيرة وعزيز الظفيري كذلك. نعم. تصديات كثيرة بال إذا بتطالع كاظمة يعني بالدقائق الأخيرة بروز. صحيح. النجار خروج. نعم. خروج الأمير محمد جواد. محمد جواد نعم أعتقد المدرب راح يكتشف النجار. لا. وكونه لاعب صغير. نعم. لاعب منتخب الشباب خيرة ويعني هو اللي جاب هدف الفوز. نعم. وسجل ورمية الجزاء الأخيرة. صحيح. كابتن عبد الله يعني مجمل الشوط الأول يعني ما شاء الله قلة الأهداف نفس ما تفضل كابتن رائد يعني الدفاع كان بالفريقين مستميت. نعم. احنا قلنا في البدايه هذه المباراه اعتقد كاظمة يسعى بان يخطف النقطتين المباراه لكي يعزز موقعه في المركز الثاني. صحيح. ومن ثم السالمية كذلك يريد ان يحسن من موقعه في الترتيب. الفريقين اللاعبين بحذر شديد من بدايه المباراه هناك. صحيح. حذر شديد واضح على اللاعبين يعني انعكس على بعض الاخطاء الفنيه اللي كثيره صراحه في الشوط الاول. صحيح. لا ننسى ان حراسه المرمى ما بين عبد العزيز الظفيري انا اقول نجم الشوط الاول عبد العزيز. نعم. الظفيري كالعاده. صحيح. وكالعاده حتى كذلك يعني مشعل الشطي. نعم. الحراسه في كل المباريات الرد نكرر. صحيح. حراسه المرمى في الدوري الكويتي ممتازه نجوم ولا غبار عليها في. نعم. كل مباراه نجم. نعم. يطلع فيها في حراسه المرمى. نلاحظ ان الخروج اللي يمكن هناك رب ضارة نافعة. نعم. اليوم احنا كنا يعني محتاجين اللاعبين خاصة فريق نادي كاظمة محتاج اللاعبين اللي يلعبون بالسرعة. سرعة. لأن بن عبد الله وفراد يلعبون بكرة سريعة وهم يحبون الرتم السريع. صحيح. محمد جواد كان موجود معاهم الرتم السريع عند محمد جواد. نعم. متوالفين ما بينهم الخط الخلفي لو لاحظ تسجيل اهداف كلها. صحيح. عن طريق الثلاثية خروج محمد جواد. نعم. ودخول سعد الحيدري كورتين ورا بعض نادي كاظمة خسرها لان سعد الحيدري ما هو بالسرعة اللي يقوم مطلوب. فيها مثل. صحيح. محمد جواد استعان في عبد العزيز في النجار. النجار النجار انا من وجهة نظري هذا اللاعب لابد ان يلعب داخل الملعب. نعم. لأن طاقة جيدة ولاعب متمكن ذو فكر. نعم. وأعتقد أنه يفترض أنه يكون هو داخل الملعب ولكن بوجود محمد جواد يمكن مو معطي الفرصة. صحيح. الآن فرصة
فرصة لك يا النجار انك انت تثبت نفسك، وخاصة في مثل هذه المباريات القوية هني لازم انت تبدأ حتى تثبت مكانتك بالفريق. كابتن رائد، يمكن نفس ما تفضلتوا الله يحفظه النجار، يمكن هو يكون مكسب بالشوط الثاني لنادي كاظمة، وكاظمة يمكن ياخذ المباراة بالحماس اللي شفناه عقب الطردين. نفس ما تفضل كابتن رائد، وشون راح يلعب السامية بالشوط الثاني؟ فعلا يعني اذا بنلاحظ بالدقائق الاخيره هو نجم الـ نعم الـ نعم يعني، وخاصه لوغات هذه الحرجه يكون الفريق الفريقين تسجلون بهدف بهدف. صحيح. تبي اللاعب اللي يملك الثروه يعني داخل الملعب. نعم. النجار يعني عمل هدف الفوز. نعم. وبالتالي اخذ رميه جزاء. صحيح. هني شجاع لاعب شجاع داخل الملعب. عنده هذه النزعه داخل الملعب الهجوميه، ويطلع شجع ربعه. اعتقد انت تحتاج اللاعب هذا في لوغات هذه الحرجه، تحتاج لاعب مثل الشوط الثاني. يمكن اليوم هذه على قولتهم اكتشاف حق نجوميه النجار. الشوط الثاني كابتن عبد الله، هل ياخذ السالميه؟ طبعا السالميه لا يقبل او كاظمه عقب الطردين نفس ما تفضل كابتن راد، راح ياخذ الحماس وفرصه حق اللاعبين. ممكن. انا الان اتكلم على فريق السالميه. السالميه وايد قاعد يلعب بحذر. صحيح. حذر كبير صراحه. كبير عكس المباريات الثانيه. صح. اعتقد ان السالميه ما راح يسكت على 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 هذا الوضع، ما راح يسكت. نعم. بس كاظمه لازم ينتبه. نعم. الى الشوط الثاني، لان دائما في الشوط الثاني. نعم. الدروب بيكون عند فريق نادي كاظمه. شكرا لك كابتن رائد، شكرا لك كابتن عبد الله. جميل. عيسى عبد القدوس، الصوت والصوره لك. شكرا كابتن مشعل جوهر، والشكر ايضا من الاستديو التحليلي المتواجدين بالاستديو، كابتن رائد الزعابي، كابتن عبد الله جاسم. عبد الله جاسم طبعا لاعب كظماوي، والتخوف واضح من السالميه. نعم عبد الله جاسم عارف السالميه عدل، ايضا مثل ما رائد الزعابي ايضا يعرف السالميه ويعرف كظمه، لكن التخوف من السالميه بالعوده من عبد الله جاسم بوضوح. كابتن عبد الله جاسم هذا المنجي. شوط اول تفوق كاظمة على السالميه 12-10. هل يعود السالميه؟ لكن العوده السالميه، عوده السالميه لازم يكون باستمرار وليس فقط في تعديل النتيجه. ايضا كاظمة عليه انه يوسع الفارق، يلعب باريحيه. بندر غير حارس مرمى طبعا النقص في السالميه. نعم غير حارس مرمى عوده حارس مرمى. يا سلام. شوف انا يعني والله ان 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 تمشيه الكره واضحه، يعني تمشي انت الكره. نعم انت قاعد تضغط، نعم، لكن بلا فائده، انت عندك نقص عددي من غير حارس مرمى. شيء غريب في هجوم السالميه، ما شفنا خطه. يا بندر، يا الشمري، لازار من غير حارس مرمى. نزول ايضا خبره محمد، هذا محمد البلوشي الجناح الايسر كابتن السالميه. ما شفنا خطه، هذه خطه من الجناح. نعم محمد البلوشي هذا محمد كابتن السالميه واللاعب الخبره. نعم بندر وصل له كره زاويه صعبه، حول الظفيري عبد العزيز الظفيري، لكن هدف رقم 11. 13 كاظمة، 11 سالمية، طريقة 4-2. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اللعبة الحلوة. لكن وين التصويب؟ وين التصويب؟ التصويب يا المسعودي، التصويب. شوف التصويب من المسعودي. يمكن انا لاحظت يعقوب مخرجنا لقطه المسعودي، يمكن قربت الكاميرا كان الشبك يعني مفتوح شويه، فهذا ياثر
يأثر، ممكن الكرة تعدي من هني وباقها باقها باقها باقها، هل يسجلها؟ باقها وسجلها. لاحظ الشبك هني، برافو يا فوز، برافو يا فواز المشاري، فواز المشاري. هذا مشعل، شوف باقها باقها من السوسي ويسجل هدف، برافو هدف. وشوف الشبك هني، الشبك هني، اكيد الحكمات لازم يكونون يعني مثبتين المرمى عدل، لازم يتسكر. يا ريت تحط لنا الكاميرا على قاعد يتسكر، قاعد يتسكر، انا قاعد اشوف، انا قاعد اشوف، نعم انا قاعد اشوف، لكن هذا لازم يتسكر. نعم كانهم يسمعونا، كانهم يسمعونا. شكرا للاخوان الحكام على طول. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ، برافو لك. يعني ان شاء الله انهم يسمعونا وعدلوا الخطأ، نعم، لان هذا تأثر على المباراة. شكرا شكرا. كرة مع كاظمة، برافو لكاظمة، 14 كاظمة 11 سالمية. هذا النجار اللي تحدث عنه راد زعابي، عبد العزيز النجار كابتن منتخبنا الشباب. محمد فراد خطير، لعب سلبي راح يكون، لعب السلبي راح يكون. النجار بن عبد الله في خطأ، في خطأ، في خطأ. كم تمريره، اشاره واضحه، اشاره واضحه، تصويب، لكن صاحي صاحي صاحي، تمريرتين كانت. وين البلوش؟ يا سلام، الرد السريع، الرد السريع، تمريرتين كانت، تمريرتين، لكن سالمية على طول. فاست بريك وهو السلاح العالمي، السرعة، فاست بريك، لكن بداية، بداية عند حارس المرمى، ثم الدفاع، ثم الفاست بريك. سعد الحيدري، طريقة 4-2 كاظمة، طريقة 4-2 كاظمة، خطرة راح تكون على السالمية إذا تمشي الكرة أسرع، راح تكون خطرة. لكن محمد البلوشي، محمد كان راح يبوق له كرة، لكن أنا أقول طريقة 4-2 والمتقدم محمد السوسي. شوف محمد السوسي وين، يعني في مساحة، في مساحة، لاحظ هذا فواز، ما فيها شيء، ما فيها شيء. برافو لدفاع السالمية، وبرافو يا البلوشي، برافو لدفاع السالمية. يعني هجوم كاظمة مستسلم لدفاع السالمية، نعم، برافو، برافو ليه دفاع السالمية. فواز نزول مفرح، محمد مفرح بالجناح الأيسر، مشاري راح تضل طريقة 4-2. هذا الروضان، محمد فراد، وبالبلوك، البلوك، برافو للسالمية، برافو للسالمية، برافو لدفاع السالمية. السوسي، شوف السالمية لعب بالدفاع، لعب بالدفاع طريقة ممتازة، اصطاد يعني استغلال ايضا الاخطاء هذه، استغلها بطريقة صحيحة وسجل، سجل عن طريق الفاست بريك. وشوف هنا بالبلوك، يا سلام يا سلام، بلوك كاظم، محمد فراد ومبارك. لكن انا اتكلم عن الاخطاء، انت تستغل اخطاء الخصم والتصويب. شوف الاستعجال، الاسئلة هني خطأ، هني في خطأ، في خطأ، في خطأ، دفع من الخلف. لكن انا اتكلم، اتكلم عن التصويبة من لازار، في دفع. شوف هني لازار يصوب لكن صاحي، شوف هني الدفع، شوف هني الدفع. طريقة 4-2 لازار، السوسي إلى بندر، بندر بندر. شوف إهمال، إهمال أجنحة، لأن أتكلم في دقيقتين، في دقيقتين، هذه إحنا نتكلم عنها ثقافة كرة اليد،
هذه يعيدها عيدها عيدها. هذه ثقافة كرة اليد اللي احنا دائما نتكلم فيها. هدى تركه، شوف هني هني خلاص ما فيها شيء، شوف هني تركه خلاص صار قدامك تركه، لا تمسكه. تاخذ دقيقتين تأثر على فريقك. أربعة عشر كاظمة، 13 صلبيخات، سبع دقائق وكاظمة كرة معه من عبد الله، طريقة أربعة اثنين، شوف طريقة أربعة اثنين، افتح الملعب تسجل ممكن. لاحظ 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 هذا اللي اتكلم عنه. لكن حارس مرمى مشعل، مشعل يا مشعل، برافو يا مشعل، افتح الملعب تسجل. طريقة أربعة اثنين هنا على التصويب من خارج تسعة متر، وايضا على الدفاع، اسف على الاجنحة، لكن هنا الاجنحة اصطاده اصطاده بحالة النقص. السالمية من غير حارس مرمى، لازار كرة مع لازار، وهذا بندر سوسي، بندر يا سلام يا سلام، ما استلمها ما استلمها البلوش، ما استلمها محمد، ما استلمها محمد، رد كرة كظماوية، سفير النقص العددي في السالمية، هل يستفيد كاظم من النقص العددي؟ طريقة أربعة اثنين، نعم أربعة اثنين إلى الروضان، برافو دفاع السالمية، برافو دفاع السالمية، برافو ليه دفاع السالمية. في خطأ محمد فراد، شوف الروضان واقف، لكن برافو محمد فراد، برافو، في خطأ في خطأ فهد الروضان، محمد فراد كان ينتظر فهد الروضان بس هي خطوة واحدة لقدام، خطوة واحدة، شوف شوف فهد الروضان لو كان متقدم أكيد محمد فراد. أربع تمريرات النجار احتمال، يا سلام توصيل الكرة، شوف هذه كرة اليد، هذه كرة، لاحظ لاحظ كم لاعب السالمية، ترى ترى السالمية ستة اكتملوا، يعني لما كانوا ناقصين ما استطاعوا يسجلون كاظمة، لما اكتمل السالمية سجل كاظمة. هذا السوسي، طبعا السوسي السوسي مسجل خمس اهداف، نعم السوسي مسجل خمس اهداف، اما للحين بوزو ما سجل ولا هدف. تصور لاعب محترف بوزو، اتوقع ما سجل ولا هدف، هذا بوزو هذا بوزو هذا بوزو الصربي، هذا بوزو، هذا هني جماهير جماهير اكيد يعني شجعون ابهاتهم عاليهم لاعبينهم اخوانهم. نجار محمد فراد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذا اللاعب الأنيق التونسي، هذا اللاعب أنور بن عبد الله، يا سلام عليك يا أنور يا بن عبد الله، الهدف الجميل، فرق ثلاث أهداف، لاحظ فرق لما نتكلم عن المحترفين. لازار مثل ما قلت، لازار ما عنده أي هدف، ما سجل أي هدف المحترف، عكس محمد السوسي، يا سلام حارس مرمى حارس مرمى، والفاست بريك الفاست بريك سريع، يهدي يهدي يهدي، في خطأ في خطأ في خطأ، ليش الخطأ؟ ثلاث ثواني ثلاث ثواني، كرة بيده، بندر بندر بندر، دخول خاطئ دخول خاطئ دخول خاطئ دخول خاطئ،
دخول خاطئ، الأخطاء بدأت تكثر، الأخطاء بدأت تكثر الأخطاء. شوف أنا في وجهة نظري ما يخالف، يعني اللي بيردون عليه خليه يردون ما عندي مشكلة، لكن أنا وجهة نظري كثرة الأخطاء هي سبب قلة اللياقة، نقص باللياقة. كثرة الأخطاء ما عندك حلول هني تبدأ تخطي يعني، فهذه الأمور كلها موجودة بكثرة الأخطاء صراحة. النجار يا سلام، يا النجار يا سلام يا سلام يا عبد العزيز النجار، برافو لاعب سنتر وفي دقيقتين. ليش الدقيقتين يا دلال؟ ليش الدقيقتين يا دلال؟ نشوف الدقيقتين على محمد السوسي. نشوف 7 متر تصويب ميت الجزاء. أنور ومشعل. برافو يا أنور، برافو يا أنور. شوف هني في دف، وفي دف، في دف، لكن هني هدف أنور. 7 متر كاظمة يبي يحافظ على المركز الثاني لأن فوزي يصير 79، لكن القادسية هناك مباراة بعد هذا اللقاء. القادسية والعربي صوت زميلنا علقنا واستاذنا الكبير قاسم الذياب. هيدر يا سلام يا سلام. شوف هني خلاص تبطلت الكرة، كانت سريعة يا لازار 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 المحترف، والمرمى فاضي وهو قاعد. لا 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 لا، استعجال من عزيز، لكن شوف 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 من اللي راح له، شوفوا من اللي راح، راحوا للمحترفين. ما في عصبية، لا لا لا، يقول له ما يخالف نعوضه. هذا الحيرة عند الكابتن المنجي البناني. كرة مع حيدر إلى الجناح، صح هذه كرة اليد، لكن حارس مرمى ومخابيك برا يا الظفيري، وانت تتصدى يا الظفيري. هذا بوز طلب وقت مستقطع. طيب كم النتيجة؟ خلنا نتكلم، ما راح أفصل هالمرة يعقوب، راح أستمر. الفرق 4 أهداف لصالح منه؟ لصالح كاظمة. هل كاظمة هو اللي يحتاج وقت مستقطع ولا السالمية يحتاج وقت مستقطع؟ هني سلاح ذو حدين، هني ممكن السالمية يرجع بالنتيجة بسبب هذا الوقت المستقطع، وممكن كاظمة بالخطة اللي قاعد يوضعها الكابتن بوزو يفتح الفارق. راح ننتظر في آخر 16 دقيقة. ده الوقت مستقطع معالي العنزي، يعني في وجهة نظري قيادة هذا اللقاء بامتياز من الحكمات، وما في حكم ما يخطئ، لا في أخطاء، لكن صراحة يعني قيادة مميزة من عبد الله ومحمد أفراد. محمد أفراد يا سلام، طلب الوقت المستقطع لهذه الخطة. شفتوها الخطة؟ نعم بوزو شوف، برافو يا محمد أفراد، الخبرة محمد أفراد، يا سلام يا محمد أفراد، برافو. هذا شوف، هل الأهداف هذه أتمنى لاعبين الناشئين شبابنا يشوفون محمد أفراد بذكاء. هذا الهدف ترى بذكاء، على فكرة هذا الهدف بذكاء، يعني لو نعيده لكم راح تشوفون، ما صوب سيده، صوب من خلف المدافع، من ظهر المدافع، زاوية عكسية، برافو المشاري، دفاع 18 كاظمة 13 سالمية، ما قلت لك وقت مستقطع، سلاح ذو حدين.
الحداد البحر البحر واختراق لكن في خطأ على الظفيري يتفاعل بمخابية تكون خارج يعني من مكان خطأ من مكان الخطأ أرضية الملعب أتوقع أرضية الملعب نعم هذا الحداد علي الحداد لعب الدائرة والبحر هيدر دشتي إلى الجناح بلوشي يا سلام هالمرة لا هالمرة سجلها هالمرة سجلها علي برافو يا علي البلوشي أضعت ثلاث كرات كرتين بالشوط الأول كرة بالشوط الثاني لكن هالمرة سجلها المنجي شوف الدفاع تغير الدفاع بدأ الدفاع يتقدم طريقة 4-2 كاظمة هل يقدر يكسر هذا الدفاع طريقة 4-2 نعم شايف 4-2 يا سلام اوه فراد 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 محمد فراد الشوط الثاني محمد فراد غير الشوط الاول تصويباته بصراحة حيدر بندر السوسي السوسي وبندر بالجناح محمد البلوشي يا سلام يا محمد خبرة 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 يا سلام يا محمد برافو يا محمد محمد البلوشي كابتن السالمية لاحظ بندر وصل له كرة شوف بالذكاء بذكاء من البلوشي خبرة لاعب خبرة لكن شوف محمد فراد هني شوف التصويب محمد فراد التونسي 19 كاظمة 15 السالمية آخر 13 دقيقة النجار يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام في دخول خاطئ دخول خاطئ راح نشوف هل دخول خاطئ السوسي إلى الجناح يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لكن شوف سوى المستحيل والله يا علي إنك سويت المستحيل بمهارة فردية ممتازة لكن التصويب لكن التصويب شوف هني شوف هني هو الخاطئ هو الخاطئ هذا الدكتور مساعد مساعد مفرح إداري الفريق محمد فراد بن عبد الله في خطأ في خطأ في خطأ محمد طريقة 4-2 طريقة 4-2 يا سلام ما استلمها ما استلمها برافو يا توصيل الكرة فاست بريك وهدف هدف 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 ليه محمد البحر ما وصلت الكرة بالطريقة شوف ما انتبه لها النجار على فكرة ثاني لعبة النجار الشوط الأول بنفس الأسلوب مع فواز مع فواز المشاري والحين نفس الشيء تكررت بينه وبين محمد فراد لكن مو متفقين عليها مو متفقين عليها الدفاع المتقدم دفاع خطر دفاع خطر شوف طريقة 4-2 لاحظ دفاع خطر قاعد أتكلم أنا يا سلام يا سلام يا مشعل يا سلام يا مشعل برافو سريع إلى أوه الاستعجال 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 أنا أقول من بندر الاستعجال أضاع أضاع كاظم كرة عن طريق اللاعب محمد فراد وهني أيضا كرة بالاستعجال من بندر نجار طريقة 4-2 نعم طريقة 4-2 خطرة خطرة على السالمية خطرة على السالمية لاحظ خطرة على السالمية وقاعد أقول خطرة يا سلام والله يا مشعل إنك شلت ثلاث كرات مهمين يا مشعل يا الشطي
مشعل الشطي بمكان السالمية يعود وعاد عاد عاد. أنا بالنسبة لي السالمية عاد بعد ما كان فارق 4 أهداف السالمية عاد. شوف لما أقول لك كان سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين. نعم أخطأ بالتصويب هذا النجار بعد ما اخترق. شوف هني السرعة السرعة لاعبين السالمية. وأنا مصر إن الدفاع هذا الدفاع هو دفاع متقدم دفاع متقدم، لكن ممكن يكون دفاع مفتوح. شو اللي حاصل في دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين؟ خل نشوفه خل نشوفه بنشوفه 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 على البلوشي. شوف بنشوفه شايفه شوف شايفه وحذرت عيده. لا يا ريت عيده يا يعقوب. لا شوف لا بالصوره بالساعه كانت اوضح لانها كانت تتحذر دلال معالي كانت تتحذر مساعة يعني اللقطه الاولى كانت دلال تحذر بلوش محمد دقيقتين. محمد البلوشي هذا يعني محمد البلوشي كابتن السالميه النقص العددي 10 دقائق اخيره. كاظمه يا سلام الى الدائره في خطا راضي البحر يقول له لا خلاص صفرت الحكم. شوف معالي تقول له خلاص صفرت لا تتحرك بالكره لان يعني ممكن تاخذ كرت احمر. نجار شوف شوف يبون الكره توصل للجناح يبون الكره حامد يبون الكره الخطه هذه حق هذاك 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 هناك هناك من عبد الله انور. شوف انور وين يلعب انور رقم 10 مال كاظمه يبون الكره توصل عند انور يبون الكره توصل عند انور. واضحه 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 كره عند انور لكن دفاع السالميه. لاحظ الاخطاء يا النجار خطا يا النجار خطا يا النجار. برافو قلت لك انا طلب الوقت المستقطع لمدرب كاظمه بوزو سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين. حالة النقص هذا بوزو الصربي من غير حارس مرمى من غير كرة سريعة ويا السلام. لكن دفاع 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 مميز دفاع مميز كاظمة أهم شيء يعني لاعبين ابتعاد على الإصابات أبيهم يكونون بخير. دفاع دفاع كاظمة دفاع كاظمة مميز. البحر محمد البحر سوسي لو ملاحظ ملاحظ لاحظ ان ان المحترف الثاني غير موجود غير موجود اللي هو نزار. تمريرتين تمريرتين هل هل السوسي يسجل؟ اه خلاص راح يصوب راح يصوب. ما في ما في اروح وتعال ما في اروح وتعال ما في اروح وتعال. تمريره واحده يا بندر شوف تمريره واحده خلاص راح يصوب راح يصوب السوسي السوسي راح يصوب ممكن يسجل ممكن. اوه في هل في دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين. راح نشوفه راح نشوفه يا عبد الرحمن وراح نقول لك راح نشوف. خلاص ارجع يا عبد الرحمن بالليل الساعه 12 تنعاد المباراه تلفزيون الكويت قناه الرياضيه وشوف هذه اللقطة هل تستحق عليها الدقيقتين يا عبد الرحمن؟ دائما نتكلم ثقافة كرة اليد ان الكرة كانت مفروض تكون لصالحك لكن شوف خلاص ما في وقت مستقطع وعندك نقص عددي ممكن السالمية ان يسجل هدف ويغلص الفارق. وهذا الهدف عن هذا اللاعب لما اتكلم انا اقول لاعب محترف لاعب محترف هذا لاعب محترف يعتبر قاعد يسجل. وهذا الهدف السابع لا على فكرة 7 أهداف مسجل لكن لو نروح حق اللاعب لازار ولا هدف ولا هدف سجل. فمن كذي المنجي البناني قال تعال استريح تعال اقعد خل لاعبين
الثانيين يعدون نستفيد منهم أكثر، خاصة من بندر والبحر، أيضا دشتي، سعد الحيدري. برافو لنادي السالمية، خلص الفارق. واذكرها يا مخرجنا يا عقوب لما قلت طلب الوقت المستقطع، كاظم فايز فرق 4، سلاح ذو حدين. وهنا 4 خطوات، 4 خطوات، صادته معالي. وهنا التعادل، هنا التعادل. أم في خطأ؟ خلينا نشوف هل هدف أم دخول خاطئ. دخول خاطئ. نعيدها. شوف هنا في دخول خاطئ. أم 4 خطوات. والله بالنسبة لي أنا، يعني أنا كوجهة نظري ما فيها شيء، لكن هي صاحبة القرار مو أنا. أهم بالملعب دلال ومعالي محمد فراد. هل حسبت خطوات أم حسبت دخول خاطئ؟ شكرا مخرجنا، شكرا المصور. اللي انا لاحظته هذا دخول خاطئ، اللي انا شفته ان معالي اللي صفرت وكانت ايده واضحه ان في خطوات، واضحه ايده خطوات. وهنا علي البلوشي. شو اللي حاصل؟ في خطا، في انذار على بوزو مدرب الصربي. لاحظ الكرة اللي أنا قلت عن دلال، لا مو دلال، معالي هي صاحبة القرار، وكانت إشارتها واضحة مو دخول خاطئ، هي عن خطوات من اللاعب محمد السوسي. خطأ على كان السوسي. هل التعادل؟ آخر خمس دقائق. بندر محمد السوسي حداد، ما شفنا الحداد الدائرة اليوم. في خطأ. السالمية قاعد يطول بالهجمة، لكن راح يكون لعب سلبي. بندر دشتي طلب وقت مستقطع، في وقت مستقطع. السالمية الوقت مستقطع. طب السالمية هل يكون التعادل العادل؟ كاظمة 19 هوائية، لكن وين ردت؟ لأن نازل من بر. شوف نازل، نعم واضح. خطأ السالمية، كانت هوائية ما نجحت. حيدري عبد الله. شوف طريقة أربعة اثنين. هي يعني ابعاد الحيدري، لكن هذا وين يبتعد؟ هذا مو مبتعد، في هدف. اوه سلامات، ما توقف هنا الكره، هذا القانون هنا على الفريق الخصم. في 7 امتار وفي دقيقتين، يعني
ما له شغل. شوف بندر، انا ابي بندر. بندر ليش العصبيه يا بندر؟ ليش العصبيه يا بندر؟ في حكم، في حكم وراح اعتذر منه. طيب شو استفدت يا بندر؟ ما فايده، يمكن اخذ دقيقتين لكن سلامات. في دقيقتين مسك وتغبل. عبد الرحمن شيء غريب، يعني لازم نتكلم عن ثقافة كرة اليد يا عبد الرحمن، وأنا أكلم الشباب وليس الفريق الأول. يعني شوف أنت الدقيقتين هذه سلامات سلامات سلامات. شوف هني، طيب خله، يعني هذا أنت لاعب على فكرة، أنت لاعب منتخب، أنت لاعب منتخب، شو استفدت من هذه؟ أنت خذيت فيها دقيقتين. سلامات يا أنور، سلامات يا أنور تونسي. هذا عبد الرحمن، خالفي عبد الرحمن، نتعلم، مو غلط، مو غلط ان نتعلم من أخطائنا وانت لاعب منتخب. خلاص ما في قانون وقف وصفر، لا لا، العب سنتر سريع، سنتر سريع. والسبع امتار رمت الجزاء، راح يصوبها محمد السوسي. هل هو الهدف الثامن لهذا اللاعب؟ محمد السوسي. عبد العزيز الظفيري، الظفيري حارس مرمى منتخبنا. السوسي والظفيري، السوسي، برافو برافو يا السوسي، يسجل السوسي الهدف 19 فارغ هدف. تكلمت عن سلاح ذو حدين، فايز فرق 4. كاظمة يطلب الوقت المستقطع، كابتن بوزو وفايز من غير حارس مرمى، كاظمة من غير حارس مرمى. أي كرة سهلة يكون التعادل. هذا حامد الصليلي، حامد الصليلي، شوف دلال على طول صفرت. ليش؟ لأنه تقول لا تستغل الوقت، عندك نقص عدد. حامد الصليلي راح يلعب على الدائرة لأن طريقة واضحة. حامد الصليلي لاعب دائرة، لاحظ هذا حامد. يا سلام عليك يا حامد، يا سلام عليك يا حامد الصليلي، اختراق اختراق حامد الصليلي، برافو حامد بالخبرة. يخترق، شوف حامد، سبع امتار مثل الجزاء. راح يصوب فواز ونزول حارس المرمى سليمان الخمسان، حارس مرمى مميز ايضا. هل فواز من الخمسان؟ فواز ولا الخمسان؟ فواز، فواز يا فواز، فواز برافو، فواز المشاري فارق هدفين يعود كاظمة، مع ان عنده نقص عددي، مع ان كاظمة عنده نقص عددي. شوف الاخطاء، شوف الاخطاء، شوف الاخطاء من بندر، هذه الاخطاء. اللاعبين السالمية تعطي الافضلية لكاظمة. آخر ثلاث دقائق، مثل ما قلت لك يبي حافظ كاظمة على المركز الثاني. ما تدري الكويت فارق 7 نقاط، 7 أمتار، 7 أمتار، في أيضا 7 أمتار، في دفع من فهد الروضان، دفع من فهد الروضان رقم 1، في دفع. يعني شوف خلاص راح خله، شوف هني، شوف هني 7. شوف حتى فواز يقول له خله، ليش لا؟ زاوية ضيجة ممكن. هذا حارس طبعا كاظمة اللي هو هذا حمد دشتي، حمد دشتي هذا، هذا حمد دشتي. هل يكون هدف رقم 20؟ لا 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 لا،
اللي يفكر يعني حتى ان السالميه يبي التعادل، هو ما يبي التعادل ولا يبي يتقدم. يعني واضح واضح السالميه قاعد يهدر الفرص. لكن هني عند كاظمه، كاظمه نقص العددي، كاظمه من غير حارس مرمى، اكتمل كاظمه خلاص. سعد الحيدري، حامد، يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الكره، وهدف البلوشي، هدف البلوشي. كاظمه اضاع كره سهله، برافو للسالميه. شوف باقي السوسي، باقي محمد السوسي من الصليلي، وهدف لمحمد البلوشي، هدف 21-20. شوفوا اللقطات ولما تنعاد راح نعلق عليها. هذا حامد، هذا لا حيدري، هذا حامد، هذا حامد الجناح دفاع السالمية. دقيقة، يعني ما شاء الله قيادة مميزة من الحكمات بصراحة، قيادة مميزة. شوف الأخطاء، شوف الأخطاء هني. عاد التعادل مو لصالح كاظمة، لأن الغدسية إذا فاز راح يروح المركز الثاني. آخر دقيقة في وقت، ترى على فكرة بالدقيقة هذه ممكن تصير ثلاثة أهداف، ممكن تصير ثلاثة أهداف وتصير وتصير السالمية، وصارت مع القادسية في بطولة آسيا كثير. هني دشتي، دشتي يا دشتي يا دشتي يا دشتي، هل يطلب الحين بوزو وقت المستقطع؟ إذا عنده وقت، ما ظنيتي عنده وقت مستقطع، ما ظنيتي عنده وقت مستقطع، عنده وقت مستقطع، عنده وقت مستقطع. إذا طلب الوقت الحين راح يطلب الوقت المستقطع، راح يطلب الوقت المستقطع. شوف بيده، كاو 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 كاو، هذا الوقت المستقطع. برافو للسالمية. لكن أنا مصمم على شغلة، أنا مصمم على شغلة وقلتها، وقلت كاظمة فارق 4 أهداف وبوزو طلب وقت المستقطع، وقلت سلاح ذو حدين، ممكن ترد النتيجة على بوزو لأن أراح نادي السالمية ورجع نادي السالمية. نعم، وكان بإمكان نادي السالمية يتقدم بالنتيجة أكثر وأكثر. هذا المنجي، برافو قيادة المنجي. السالمية استغنى، السالمية المنجي استغنى عن لازار، خلى بندر الشمري، وخلى حيدر دشتي، ومعاهم التونسي محمد السوسي طبعا مع براعة حارس المرمى. شوف هني، هذا يعقوب مسوي نيبوزو، شوف هنشوف هنشوف يا بوزو الصربي. لكن لا ننسى اذا انقطعت الكره، انا متاكد واحسبها علي يا مخرج لي يعقوب بولند، متاكد اذا انقطعت الكره وما تكون خطره على طول السالميه راح يطلب وقت مستقطع، على طول راح يطلب. نعم، لكن بامكان السالميه يفوز، ليش لا؟ وبامكان كاظمه يفوز، ليش لا؟ والتعادل لصالح القادسيه وهزيمه كاظمه. لكن 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 هني 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 محظوظ فيها، محظوظ فيها كاظمه، محظوظ فيها كاظمه. راح يصوب، راح يصوب، اوه خلاص 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 خلاص، كان المرمى فاضي، كان المرمى فاضي. طلب وقت مستقطع، طلب وقت مستقطع، طلب وقت مستقطع. خلاص اتوقع التعادل، تعادل. شوف محمد، يعني المنجي يضحك، المنجي يضحك، ليش يضحك؟ لان اخر ثواني وخلاص خلاص. 21-21 21-21 اخر ثانيه ما اعتقد، خلاص في وقت مستقطع وبالاساس في وقت. هذا يعقوب، يعقوب على فكرة، على فكرة كانت الكرة يعقوب، يا ريت ترجعها لنا، خلينا نشوف، خلينا نشوف يعني، خلينا نشوف آخر ثانية
يعني محاولة إن تسجل هدف على طول هذا محمد بلوشي. الآخر هجمة لو نشوفها يعني لو كانت هدف على فكرة خلاص خلاص، لكن لو كانت هدف خلص. لو كان شوف هني لازم يلعبها، لازم يلعبها، لكن أتمنى نشوفه، لأن لو كانت هدف وراح يتحسف عليها السالمية، راح يتحسف عليها السالمية. لكن قلت لك للسالمية نشوف ما يخالف، إذا يعني كرة كرة كانت بمكان السالمية يا ريت نشوف آخر ثاني نتكلم عنه. شوف هني تصوبت هني راح تحقق الجول، المرمى فاضي لكن اطلبوا وقت مستقطع، يعني هذه لو يعني لو بالمرمى راح يتحسب على السالمية. لكن نقول قلت لك للفريقين 21-21 بين السالمية وكاظمة، وهذا النتيجة لصالح القادسية بحارة فوزها على العربي. مباراة كبيرة، قلعتين كبار، قدساوية وعرباوية. أعزائي المشاهدين خلونا نذهب إلى زميلي مشعل جورب السيد التحليلي للحديث عن مجريات الشوط الثاني بين السالمية وكاظمة، والكباتن الكبار المتواجدين بالاستديو كابتن رائد الزعابي والكابتن عبد الله جاسم. وكل امل ان التقي معكم في لقاءات قادمه ان شاء الله. تقبلوا تحياتي، كان معكم عيسى عبد القدوس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين عقب ما انتهت مباراة كاظمة والسالمية بالتعادل. كابتن رائد، كابتن عبد الله، مجملا الشوط الثاني حلاوته احلى من الشوط الاول، وكثرة اكثر ما فيها ضربات الجزاء. هذه اي نعم، المباراة مجملا ترى كلها اغلبيتها رميات جزاء. طبعا نقول حق الفريقين قلت لك، طبعا مباراة فيها احداث كثيرة و كانت مثيرة يعني أمانة، فيها حماسية لآخر دقايق. طبعا كاظمة فرق خمسة، يعني شفنا الفارق فرق خمسة، لكن ما استطاع يحافظ على الفارق بجدية وإصرار لاعبين السالمية. صحيح، لكن كاظمة مر في أحداث بالدقايق الخمس الأخيرة، نعم، هي اللي خلت السالمية يدرك التعادل. إصابة بن عبد الله ودخول الأخصائي، بعد نعم خروج الأخصائي بن عبد الله ثلاث دقائق، لازم ثلاث هجمات يقعد برا، إيقاف عبد الرحمن الشمري في الدقائق الثلاث الأخيرة وضربة الجزاء. هذه الثلاث مواقف هي اللي خلت السالمية يطمح بالتعادل، ولولا التايم الأخير يمكن هذه كانت جول. إيه كانت هذه. نعم، أحداث المباراة مجملا كانت مباراة مثيرة، وقلت لك للفريقين فيها ندية ليلي الدقائق الأخيرة. كابتن عبد الله، يعني ناس ما تفضلتوا لو مو ماخذ التايم وهذه داشة هدف ونلغى الهدف. نلغى الهدف بيتحسب عليه السالمية. أكيد بيتحسب عليه، هذا القانون يعني، بس خلاص دامنا طلب التايم أوت انتهى، لأن مدرب السالمية يمكن أنا من وجهة نظري يمكن ما شاف التايم. صحيح، عشان كذي حط هذا. لكن مجمل المباراة إثارة حقيقة، إثارة. أنا أعتقد أن السالمية في الشوط الثاني أفضل من فريق نادي كاظمة. نعم، والعذر كذلك فريق نادي كاظمة لنقص محمد جواد ونقص إبراهيم الأمير. اصبح العبء هناك على يعني على اللاعبين، وواضح ان المدرب ما هو قادر حتى في التبديل، ما هو قادر يعني يوظف لاعب خاصه في منطقه النص. شوفه ما بين النجار وما بين الحيدري. صحيح، فاليوم الحيدري انا اعتقد انه من اسوء مباراه لعبها اليوم الحيدري، ما سجل ولا جول في هالمباراه. هذا عامل كبير. فريق نادي السالمية قوة الدفاع في الشوط الثاني ممتازة جدا، خاصة في سبع دقائق الأخيرة. يمكن كاظمة
سجل جول واحد في في في, في اخر سبع دقائق. طبعا هذه محسوبه لفيران الساميه. كاظمه فرق اربعه كان يوصل الى فرق خمسه، لكن الساميه استطاع ان يعود. قلناها احنا قبل المباراه مشكله نادي كاظمه انه في اخر المباراه يبتدي او الشوط الثاني يبتدي عنده الدروب ينزل، فما بالك في خروج لاعبين اساسيين محمد جواد وابراهيم الامير. انا من وجهه نظري بن عبد الله ما كان يفترض هو لاعب محترف انك نعم. انت اصابتك ما هي الاصابه اللي ممكن تكون تستدعي دخول الاخصائي علاج طبيعي، حتى لو في هالوقت انت لاحظ باقي اربع دقائق اذا انت بتطلع ثلاث هجمات والنتيجه فرق جولين نعم. بهالحاله هذه الفريق راح يخسرك ثلاث هجمات مع وجود النقص اللي عندك. صحيح. دخول الاخصائي في هذا الوقت انا اعتقد انها يعني محسوبه على انور بن عبد الله. مجمل المباراه بشكل عام اثاره. صحيح. اثاره، ولكن اتسمت كذلك بضياع كثير من الاخطاء الفنيه اللي موجوده في الشوط الثاني. نعم. حراسه المرمى لا غبار عليها. صحيح. استمرار. نعم. بالتفوق حقيقه. صحيح. مع ملاحظه رميات الجزاء كثيره. نعم. وانا لي نصيحه للاعبي نادي كاظمة في الاخطاء. نعم. ما يحتاج احنا نتكلم، ممكن نخسر مثل ما خسر بالدقيقتين وطلع. صحيح. فيها. نعم. عبد الرحمن ما يحتاج احنا نتكلم بالطريقه هذه. نعم. خلاص فريقك فايز ومحتاجك في الوقت وانت عندك. نعم. نقص المفروض هني يكون شويه. نعم. العموم قد لك الفريقين. قد لك الفريقين. التعادل عادل كابتن راد قبل نروح مباراه العرب والقادسيه. تعادل عادل والنجوميه اليوم بحراسه المرمى بالفريقين يعني شفناها. نعم. بعبد العزيز الظفيري ومشعل. نعم. الشطي امانه يعني. نعم. علامه كامله. قد لك كاظمه والسالميه.